في مشهد غريب قام عدد من طلاب مدرسة المطرية الإعدادية بنين بحي المطرية بالتجارة داخل فناء المدرسة عن طريق بيع السجائر لبعضهم البعض. كذلك قاموا بتبادل الألفاظ البذيئة بينهم، وكذلك ألفاظا غير لائقة لناظر المدرسة في ظل غياب الأمن المدرسي وكذلك الرقابة المدرسية. أكدت مصادر طبية أن لجنة من وزارة الصحة بالقاهرة أحالت 3 مسؤولين من مستشفى التأمين الصحي بأسيوط المبرة إلى التحقيق، منهم مسؤول المطبخ ومدير الشؤون الإدارية، وأمرت بإغلاق مطبخ المستشفى بعد أن رصدت اللجنة عدم نظافة المطبخ ووجود صراصير بداخله وأعطال في الثلاجات وأغذية فاسدة ووجود مخزن النفايات بجانب المطبخ. عثر المواطن حمدي مهندس زراعي ويقيم بناحية قرية شطورة على منديل كلينكس كامل داخل أحد أرغفة الخبز التي قام بشرائها من أحد مخابز القرية، وقال المواطن: نحن نحصل على حصتنا التموينية في شكل دقيق ونقوم بخبزه، وفي هذا اليوم قمنا بشراء عدد من الأرغفة على سبيل التغيير، وقمت بفتح الرغيف، وكانت المفاجأة أن هذا الانتفاخ نتيجة وجود منديل كلينكس كبير داخل الرغيف. وناشد المواطن وزارة الصحة والتموين والمحافظ تشديد الرقابة على العاملين بالمخابز. نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية في ضبط مغتصب مدرسة اللغة الإنجليزية بمدرسة العلا بالعمرية أثناء عودتها من المدرسة، حيث تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغا يفيد بالاعتداء الجنسي على مدرسة لغة إنجليزية بمدرسة العلا الابتدائية بمنطقة النهضة، وذلك أثناء استقلالها سيارة ميكروباص أجرة غير معلوم رقمها من منطقة كبر الهاويس دائرة قسم العمرية، وقام قائد السيارة ومرافقه بالاعتداء عليها جنسيا كرها. ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج فلاح ونجليه لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة المواد المخدرة. كان مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من مركز شرطة سوهاج بقيام كل من فلاح وسائق وشقيقه في تكوين تشكيل عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني والثالث وبحيازتهم 600 جرام حشيش و500 جرام أفيون. زار وكيل الصحة بالدقهلية سعد مكي في جولة مفاجئة مستشفى ضماص المركزي، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي والعمليات والحضانات، كما تفقد التوسعة في الحضانات والتي تستوعب 28 حضانة جديدة، وطلب بسرعة الانتهاء منها لافتتاحها في أقرب وقت. وتفقد المبنى الجديد موجها الشكر لجميع العاملين من أطباء وتمريض لجودة الخدمة المقدمة. أصيب 20 تلميذا من قوة مدرسة صناديد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بمحافظة الغربية بحالات تسمم جماعي فور دخولهم الفترة المسائية. كان الأطفال قد انتابتهم حالة من القيء الجماعي والإغماءات، وعلى الفور استدعت مديرة المدرسة الإسعاف لإنقاذ الطلاب. وقالت مها الشربيني مدير إدارة غرب طنطا التعليمية أن التلاميذ أصيبوا من جراء تناول علب زبادي تم شراؤها من الأكشاك المجاورة للمدرسة وتناولوها قبل دخول الفترة المسائية، والمدرسة لا شأن لها بسبب التسمم. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا باعتماد غدا الأربعاء أجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس بدلا من الغد. قطع الأهالي طريق القاهرة أسيوط بمنطقة كوم أبو راضي ببني سويف احتجاجا على هدم مقابرهم، وذلك خلال جولة وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي بورش كوم أبو راضي. وقطع الأهالي الطريق رفضا لإزالة المقابر معترضين على موكب وزير النقل، واستطاع الوزير سلك أحد الطرق الجانبية لمواصلة جولته بالفيوم وبني سويف. نشرت قناة أن دي تي في على موقع اليوتيوب فيديو لوزير في حكومة نيتيتش كومار وهو يتلقى رشوة في مقابل تقديم خدمة لأحد الأشخاص. أثار الفيديو ضجة كبيرة في الهند التي انتهت باستقالة الوزير من منصبه،
وكان الوزير يشغل منصب وزير التنمية العمرانية في حكومة ولاية بيهار. في لقطة طريفة، اخترق قطار ملعب مباراة للهواة في سلوفاكيا، وهو الاستاد الذي يقيم على أحد خطوط السكة الحديد هناك. نشر فيديو جديد لطفل يقوم بالرقص وهو عاري ويرتدي شورت فقط، ويرقص بطريقة فيلم عبد موتة، ويقلد الفنان محمد رمضان على أنغام أغنية مفيش صاحب الشهيرة التي أصبحت أكثر الأغاني انتشارا في هذا الصيف. يذكر أنه بعد نشر هذا الفيديو بدقائق على موقع التواصل الاجتماعي، قام النشطاء بالتعليق عليه، منهم من يتهم الفنان محمد رمضان بتعليم الأطفال والشباب هذا الرقص، ومنهم من دافع عن الفنان محمد رمضان. يذكر أنه منذ أيام قليلة قام الإعلامي وائل الإبراشي بنشر فيديو لطفلة أيضا، وهاجم متابع برنامج العاشرة مساء منتجي هذه الأفلام التي يتعلم منها أولادهم. يا جماعة، ده أنا أتمنهم إزاي على السينما؟